مثل هؤلاء الثلاثة، أمير المؤمنين عليه السلام، معاوية، عمرو بن العاص، صح؟ زين، واحد نجح في مهمته، اللعين ابن ملجم قتل أمير المؤمنين عليه السلام. الثاني ليش ما نجح؟ هذاك اللي راح على عمر ما طلع ذلك اليوم، فإجت الضربة بواحد ثاني بالغلط. زين، كلهم اتفقوا على أنه بصلاة الصبح يضربونهم جميعا في يوم واحد في ساعة واحدة. اللي أراد اغتيال معاوية لماذا لم ينجح؟ معاوية خرج إلى الصلاة، ولكن هو يقول، هذا الخارجي يقول، يخرب بيته، أردت ضربه على رأسي فجاءت في أليته، نجا منها، جرح بسيط وكذا، عنده وقاية حماية. لا تشجع الناس على البدانة. لا حول ولا قوة إلا بالله.